تحياتي، موعد جديد في المحقق مع سلسلة المحقق. واليوم في هذا الموعد الأسبوعي اللي نختار فيه كل مرة مجموعة من حلقات المحقق اللي يجمع ما بيناتهم محور واحد، نحب نهزكم لعالم العائلة المثالية، أو على الأقل العائلة المثالية من برا، قبل ما نخربشوا فيها شوية باش نكتشفوا أن تلك المثالية ما هي إلا القشرة برانية. متابعة طيبة للجميع. تحياتي، موعد جديد في المحقق مع سلسلة أشهر القضايا العربية. قبل ما نجيو لتفاصيل هذه القضية، نحب نتمنى لكم الكل أينما كنتم عام سعيد، وإن شاء الله العام الجديد يكون عليكم سعيد مبارك أفضل من هذا العام اللي قاعدين نغادروا فيه. شكرا جزيلا لكم الكل على وفائكم، وهات نشوفوا تفاصيل هذه القضية اللي صارت في مثل هذا اليوم عام 2018. إذن حكايتنا بالنسبة لليلة تنطلق من مصر، وتحديدا من كفر الشيخ في مصر. ترجع بينا 31 ديسمبر 2018، ليلة رأس السنة، وإحنا في وسط عائلة متاع زوز دكاترة. الدكاترة هذوم الدكتور أحمد عبد الله الزكي والدكتورة منى فتحي. زوز دكاترة معرسين مع بعضهم، عندهم توا بين 8 و9 سنين، عندهم 3 صغار. عندهم ولدهم الكبير عبد الله عمره 8 سنين، اقل منه 6 سنين عمر، واقل منهم الاثنين بنتهم ليلى. العائله توا تسكن في كفر الشيخ في مكان يعني باهي كعائله متاع اطباء، بعد سنوات قضاتها العائله في المملكه العربيه السعوديه. هو يخدم في الصحة العمومية، وهي تخدم في مخابر طبية، ثم كذلك عندها يعني نشاطات أخرى اللي قاعدة تمكنها من أنها يعني تربح أكثر فلوس في علاقة بنفس يعني خدمتها الأساسية، يعني تعمل في التكوين، تعمل في إعطاء دروس في علاقة بموضوع الطب إلى ما إلى ذلك. العائلة هذه مش تصير فيهم ليلة رأس السنة مصيبة، بما أنه نهار 31 ديسمبر 2018 دكتور أحمد وهو مروح لداره يحل الباب، وإذا بيه يشوف مشهد مرعب. مرته منى وبنته ليلى ميتين قدام عينيه، بل أنهم مذبوحات. تراوج لعبت عليه الدوخة، بدا يسيح ويعيط الساعة، ومشى يجري لبقية البيوت باش يشوف ولاده شنو أحوالهم بقية أولاده. ولكن إذا به يلقى نفس المصير تقريبا عند الأولاد الاثنين عبد الله وعمر، نفس الشيء، ميتين في فرشهم. يكمل وهو مجنون ما هوش يعرف شنو اللي صاير له، يشوف يدور في الدار، واذا بيه يلقى انه في الجلاس وين كانوا حاطين شويه ذهب وشويه فلوس وكذا ما فما حتى شيء منهم، ويبدا يسيح ويعيط، وسرقوا الفلوس وسرقوا الذهب، وكل جيران بدات تجي وبدات تدخل، والمشهد كان مأساوي. عائله كامله تقريبا اندثرت، بقى منها كان هو. ما لقاوش اصلا كيفاش يواسيوه، وفي شنو باش يواسيوه وهو فاقد ولاده 3 ومرته. ستنطلق التحقيقات في هذه القضيه
التحقيقات اللي بطبيعة الحال مش تبدأ من الهدف. حاب تفهم الشرطة اللي عمل هذه الجريمة علاش يعمل فيها. باش ترجع مع الدكتور أحمد على حكاية الذهب، وفعلا مش تلقاو أنه كمية من الذهب أو الذهب اللي كان عند دكتورة منى وفلوس اللي كانوا مخبينها عندهم بلاصة في الجلاس قال لهم عليها، قال لهم راي ما فيهاش لا فلوس لا ذهب. لكن باش تبدا تتحير المحققين، باش يبداو يتحيروا، يا اخي واحد كي باش يسرق الذهب مثلا ولا باش يسرق دار، ليش مثلا يقتل في ولاد صغار؟ يعني شنو المغزى انه تعرضت له المراه ضربها ولا قتلها ولا كذا، ولكن الولاد الصغار علاش؟ تيكفي ساعات انك تسكر عليهم باب بيت وانتهى الموضوع. معناها شنو باش يقدوا لك ولاد صغار عمرهم 4 سنين وستة سنين؟ على كل حال، رغم هذا التساؤل، الشرطة بدأت في عملية البحث على أساس وأنه فما سرقة جات في الدار، ولكنها بطبيعة الحال بتبحث مع الجميع وبداية مع الدكتور أحمد. أي دكتور، حكينا شنو اللي صار بالضبط نهار الحادثة. اللي صار أني بعد ما مشيت نخدم في المستشفى روحت، كي روحت في طريقي الساعة تعديت للبنك جبت شوية فلوس، خاطر متفاهم أنا ومرتي معناها أنه باش نعملوا عشاء كبير الليلة، سمك وكذا، فكمنديت أصحنا متاع حوت باش يجيبوهم لنا للدار في الليل احتفالا برأس السنة. ومن بعد كان عندي موعد مع النجار باش يجي يشوف لي حاجات في الدار، وباش نهزوا الدار خو منى خاطرو باش يعرس بعد 10 أيام، وبالتالي عنده خدمة في الدار. كلمته في التليفون لكنه قال لي راهو ماهوش لي، ورجعت للدار. وكي دخلت لقيت هذا المشهد اللي قلت لكم عليه. هكا حكى الدكتور أحمد على تفاصيل اليوم متاعو. المحققين سمعوه، ثم بعد ذلك بداوا يحاولوا يشوفوا ينجموش يوصلوا لهذا القاتل السارق متاع الدار، ولكن بطبيعة الحال باش يحلوا الكتاب على العائلة. ما ديما نعاودوا نرجعوا ونقولوا راهو الجريمة هي مناسبة انه المحققين يحلوا الكتاب على كل الموجودين في محيط هذه الجريمة. كيف حلو الكتاب شلقاو أنه عائلة أحمد ومنى كانت في السعودية قبل أن تعود لمصر، وأنها كانت في السعودية منذ ولادة ولدهم الأولاني عبد الله، وقتها كانوا في السعودية، وأنه العلاقة ما بيناتهم بدأت بصفة تقليدية جدا. يعني أحمد ومنى تعرفوا على بعضهم عن طريق العائلات اللي حضروا لهم هذا الزواج، ثم بعد ذلك عرسوا. أحمد كان يعني طبيب هو صحيح، ولكنه يعني كيفاش يقولوها، ما أنت بلا طموح، ها يعني إنسان يخدم يمشي يخدم يروح يمشي يروح ياخو شهريت وانتهى الموضوع. في المقابل كانت عنده امرأة عندها أحلام كبيرة وطموحات كبيرة، وذيك علاش أول ما جاتهم فرصة باش يمشيوا يخدموا في السعودية نجزت عليها منى، خاصة وأنه علاقتها مع عائلة رجلها ما كانتش ياسر باهية. هي كانت إنسانة عندها طموحات كبيرة وتحب تكرس حياتها لتحقيق هذه الطموحات، وعندها عائلة رجلها عائلة محافظة، وبالنسبة لهم المرأة يلزمها تشد الدار وتلاب الصغار. أنت في كل حالات تكون دكتورة ولا تكون عالمة ذرة ولا تكون اللي هو يلزمها معناتها تجيب الصغار وتتلهي بهم، هذا عند العائلة نتاع رجلها. على كل حال، هي استغلت أول فرصة بجيتهم الحكاية متاع الخدمة في السعودية، وطلعت هي ورجلها للسعودية وخدموا في السعودية. بل أنه باش تعرف الدكتورة منى نجاح معتبر في السعودية، باش تخدم في مخابر طبية خاصة، باش تقدم دروس في علاقة بمجال اختصاصها، إلى أن تولي العوائد المالية متاحة تتجاوز بكثير الفلوس اللي يخلص فيها رجلها. وهو
ما عينوش ياسر بهذا الوضع، ووقتها ما زال كي جاء ولدهم الأولاني عبد الله، فبش يطلب من مرته أنه يروحوا على أساس قال أنا راو ما نحبش أولادي يترباوا بعيد على بلادهم السعودية ولا مش السعودية، أنا نحب أولادي يترباوا في مصر وعلى حسب الثقافة والتقاليد المصرية. وباش يزيد يقول له انه خاصة توا باش يزيدوا يجيبوا صغار اخرين وان شاء الله باش تكبر العائلة وكذا، فبالتالي ماذا بيه تكون هي في مصر ومع الصغار ومع العائلة وفي وسط العائلة إلى غير ذلك. بون بديت تفهم وبديتوا تفهموا انه راهو فما في الأمور ما نعرفش نقولوا لها هل كان يعني سنسير هو فعلا هذاك اللي يفكر فيه، ولا كان نوع من الغيرة ربما نتيجة نتائج هي قاعدة تحقق فيها، واليوم ما يحبش أنها تتجاوز في النتائج اللي حقق فيها، فبالتالي في نهاية المطاف وصل حقق اللي يحب عليه باش تروح منى كدفعة أولى قبل ما يخلط عليها هو من بعد وتستقر في مصر. قتل والله يبارك وقتها عندها زوز صغار باش تستقر بهم في مصر وباش ياخذوا الدار هذه في كفر الشيخ، هو يكمل الكونترات نتاعو في السعودية ويلتحق بها والعائلة السعيدة الكل تتلم مع بعضها وينزد لهم تنزد لهم بنتهم الأخيرة. عائلة سعيدة كلام، خاطر الجيران يقولوا لي الحقيقة ما كانتش ياسر سعيدة. الشرطة كي باش تسأل الجيران باش يقولوا لهم انهم الحقيقة الكوبل هذا صراعاته لا تنتهي، السياح والعياط متاعو ما يقفش، كثيرة هي الحالات اللي يسمعوا فيها خلافات ما بينات أحمد ومنى. وأحمد باش يعاودوا يعيطولو ويسألوه على هذه الخلافات. باش نقولكم من توا تبداوش تقولوا لي خلافات وانت ومرتك تتعاركوا كذا، احنا كيما الكوبلويت الكل نتعاركوا نتصايحوا كذا، هاي باش نقوم نقتل مرتي وصغاري تثبتوا في النهار متاعي وين تو تلقاوني كنت نخدم في السبيطار وبعد كلمت للنجار وبعد مشيت للبنكة وبعد مشيت للمطعم، وقتاش باش نقتلهم انا ما معناتها هذوما. وتثبت الشرطة وتلقى فعلا باللمارة مشاو للسبيطار وجبدوا الريجيستر تاع البريزانس، خاطر مازالوا غاديكا اعظم منا في الورقة ما عرفتها الورقة ما حاجة تشبه للرقم انا الورقة ما يلقاو مخربش في الورقة اللي هو كان حاضر. بالتالي فعلا إذا كان نشوفوا تقرير الطب الشرعي على ساعة الوفاة، في ساعة الوفاة يكون الراجل مش موجود غادي، يعني كيفاش تنجم تقولي هو اللي قتلهم؟ الشرطة قاعدة تبحث في محيط هذه العائلة، ودكتورة اسمها إسراء تخدم مع دكتور أحمد في الصحة العمومية تتصل بالشرطة بعد ما سمعت في الأخبار وفي البرامج، لأنه ولات القضية قضية رأي هام، سمعت الكلام اللي قالوا زميلها الشهادة لله، ما نجمش نقول راولي الدكتور أحمد كان حاضر في السبيطار نهار 31 ديسمبر، راهو طلبني عنده توا نهارين ولا ثلاثة وطلبني مرتين ولا ثلاثة وبش يقولي ما تنساش تصحح في بلاستي. في نعم راهو قال لي اللي هو نهار 31 ديسمبر يحب ياخذوا راحة ويعديه مع عائلته، وقال لي صحح في بلاستي في الحضور، وانا صححت في بلاستو خاطر الحقيقة فما معاملات بيناتنا، يعني هو ساعات يمشي في بلاستي يعدي الدوام في بلاستي وانا نعدي الدوام في بلاستو. أما كي الحكاية ولات فيها قتل وجريمة وهو يقول اللي هو كان في السبيطار، فأنا آسفة راهو هو نهارتها ما جاش وأنا صححت في بلاستو.
مع هذه الشهادة الصادمة كل شيء في القضية باش يتبدل. أصابع الاتهام مش تتبدل، تنطلق بصفة واضحة المرة هذه نحو الدكتور أحمد. توا الشرطة بدأت تفهم شوية. يا أخي كي العملية صارت من عند واحد تعرفوا العائلة، واحد تعرفوا العائلة يجب يكون البو، فماش واحد أكثر من البو تعرفوا العائلة وتطمينلو. كي يظهر أنه ما مشيش يخدم وأنه من هارتها ماخذوا نهار كونجي، وبالتالي نجم يكون عمل هالجريمة هذه. هي ما فيش نفسروا حكاية البنكة اللي مشالها والنجار اللي كان مشي يهزوا معاه ولا المطعم اللي كمندى منه الماكلة ومشى خلص وكيفاش؟ أي دكتور أحمد مش وقايد تحكي لنا التفاصيل متاع اليسار الكل؟ يقولي ما عاد عندك وين تهرب. اليسار أنه من مدة والدكتور أحمد يفكر في التخلص من مرته منى. عنده 4 أشهر ما عادش حامل مرته منى. امرأة يا لاهية بخدمتها يا لاهية بصغارها، ماهيش لاهية بيه وناسيته تماما. امرأة ياسر تشوف الحاجات وتحب تعمل حاجات وعندها أحلام وتحب تحقق حاجات، وام ما عادش راكبين على بعضنا الحقيقة. فكان الهدف أنه يتخلص من منى. عنده 4 شهور وهو يفكر في التخلص من منى، وسيخطط لذلك تخطيط محكم. باش يشري جواندوات يخبيهم في الدار ومعهم حبل، باش يبقى يستنى نهار 31 ديسمبر، باش يقول لمرته اللي هو نهار 31 ديسمبر ليلة رأس السنة يحب يعديه معاهم. وهو في الحقيقة قرر أنه ليلة 31 ديسمبر باش يعديه مع عائلته، ولكن من بعد باش يقضي على مرته، اعتقادا منه أنه باش يقضي معاها على كل مشاكله. يعتبرها أنه هي ولات مشاكله. شنية مشاكله بالضبط؟ الحق ما نعرفوهاش برشا، بخلاف مشاكل عقد ربما، ولا مشاكلها هي مع عائلته، ما تفهمش ياسر مع عائلته، فماشي مشاكل أخرى بخلاف هذا. راهو في جملة الكلام اللي باش يقوله الدكتور أحمد. على كل حال يقوم الصباح يفطر مع مرته وصغاره، ثم بعد ذلك يدخل لبيته، يجبد الجواندوات يلبسهم، يجبد الخيط ويتوجه نحو مرته. مرته يبدو أنها تخايب نوع من الفدلكة ربما، ما نعرفوش، شافت الخيط ما شفتوش، ولكنها لن تبدي أي نوع من المقاومة. وهنا قلت لك السؤال الكبير اللي تطرح من قبل الطب الشرعي. واحد يخنقوه ولا يقتلوه، هو لا خبش لا دبش لا دافع لا عمل حتى شيء، يعني ما كانش يتصور أنه المجرم باش يعمل فيها اللي عمله، وربما حتى بحرارة الروح راهو تصرف آخر. فهو خنقها بصفة سريعة جدا اللي ما خلاهاش تنجم تكون عندها أي نوع من الحركة، ثم بعد أثناء هذه العملية بنته صغيرة خرجت من البيت وشافته، وشافت دم أمها وبدت تبكي. بدل له هذا كل مخططاته، أو هكا يقول، في حركة سريعة باش يشد البنية ويخلطها بأمها. ما
مرته وبنته قضى عليهم وحاطتهم قدامه وشد طرف الفوتوي وقاعد وتوا الاولاد الاخرين الاثنين شو باش نعمل لهم؟ تو ينجموا يعيشوا بلاش امهم؟ يلزمني نخلطهم على امهم. وهو كفرد وقت كانه فسخ حياته متاع 9-10 سنين الاخرانين الكل باش يرجع من الصفر، لا مراه لا صغار. هو يدخل البيت لاولاد الاثنين راقدين عبد الله وعمر ويقضي عليهم في نومهم، ثم من بعد يمشي الجلاس يهز الذهب اللي فما والفلوس على اساس جريمه سرقه ويهزهم يخرجهم ويدفنهم برا من الدار. خاطر خرج من الدار، كي خرج من الدار اتصل اول حاجه عملها بالنجار. كان يحب وقتها يثبت في باله النجار باش يقول له هيا نمشي والدار نسيبك، في باله وقتها باش يثبت اللي هو وقت الجريمه كان في دار نسيب. يا اخي سي النجار قال له راني مانيش فاضي. اش باش يعمل؟ يلزمو حجه وين كان وقت الجريمه، باش يقرر يمشي للبنك يجبد فلوس. هاكا شافوه في البنك، هاو جاي للبنك وقت الجريمه جبد فلوس. زيد يقرر يمشي للمطعم تاع الحوت اللي باش يكمندي منه الحوت ويكمندي منه الحوت ويخلصوا. قل له اسمع الليله انا وصغاري ومرتي، وهو قاتلهم. قل له حذر لي معناها احسن حوت عندك 5 من الناس. بعد يروح للدار، واليوم بالذات داير حتى العساس ظهرت له غريبه من بعد فهمها. اليوم بالذات ما دخل للدار الا ما مسى على العساس. هاي مسيك بالخير عم العساس، شي احوالك؟ لاباس عليه باش يشهد العساس يقول اي سيد احمد هي ما وجا العشيه نهار 31 ديسمبر لدارو وقت اللي اكتشف الجثث متاع صغار وكذا ريت وين. ودخل للدار وعمل المسرحيه اللي قلنا عليها. باش ينكر في الاول بعض الحاجات باش يقول مش صحيحه، لكن بعد ذلك الدكتور احمد سوف يعترف بكل هذه التفاصيل اللي قلتها لك. اعترافات صادمة في مصر، اعترافات تكررت قدام المحكمة وصور جزء منها رغم رداءة الصوت. خاطر ديما في مصر رغم انهم غريبة رغم انهم يسمحوا بالتصوير وناس تصور لانه ما يصوروش، على الاقل حقهم ولاو يصوروها كما في برامج الامريكيه تتصور الجلسات كامله بتقنيات عاليه، لكن في مصر عاده بالتليفون قاعدين يصوروا تو في الجلسات. اسمع معايا جزء من هذا الاستنطاق اللي صار بين رئيس المحكمه وبين الدكتور احمد. كان في حاجات هتخلص في شقه أخو زوجتي، هل قصدت من ذلك التضليل حول مرتكب الوقعة؟ هل تصور أن أنت كنت معاه؟ يمنع. لماذا لم تذهب إلى عملك في يوم 31/12 وطلبت من زميلتك الطبيبة إسراء لمدة 3 مكالمات أن تحضر بدلا منك؟ ما حصلش. جيم لان احنا مقسمين العمل، كل دكتور بيحضر يوم. وما مناسبه شراء القفاز قبل الواقعه ب4 ايام
على نحو ما ورد باعترافك في تحقيقات النيابة العامة. شريت لي جوانت يا عشان انفذ به الجلسه. هكا كانت الجلسات متاع الاستماع ثم اصدار الحكم على هذا الدكتور. في نوفمبر 2021 محكمة جنايات كفر الشيخ باش تصدر حكمها ضد الدكتور أحمد. حكم راكم متوقعينه الكل، لكن قبل ما نقولكم عليه هات نقراو شوية من الحيثيات المهمة اللي تقولها المحكمة واللي تذكر فيها ما يلي: إن المتهم كان في حالة من الوعي والإدراك السليم ولا يعاني من أي أمراض نفسية ولا يتعاطى أي عقاقير طبية أو مخدرة. يضاف إلى ذلك أن المتهم قد رسم خطة ارتكاب الجريمة والإفلات منها بإتقان وذكاء شديدين لا يتأتيان إلا لشخص واع مدرك تمام الإدراك. وبناء على ذلك أحمد عبد الله زكي في نظر المحكمة هو سليم المدارك العقلية، بل أكثر شوية من سليم، هو الذكي وخبيث، خطط لهذه الجريمة وخطط لتنفيذها، وبالتالي ستحكم عليه المحكمة في نوفمبر 2021 بالإعدام. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. تحياتي، موعد جديد في المحقق مع سلسلة أشهر القضايا العالمية. السلسلة اللي نمشي ونشوفوا فيها المرة هذه شو اللي صاير في وسط عائلة في الظاهر هي العائلة السعيدة، العائلة النموذج، ولكن ما خفي كان أعظم. إذا ما زلتوا ما التحقتوش معنا في القناة عبر الاشتراك، أدعوكم أنكم تشتركوا معنا وتفعلوا أكل جرس باش نذكروكم بكل جديد. قيموا هذه الحلقة وكما العادة خبروني في شنو قاعدين تعملوا بالضبط وانتم تسمعوا أو تتفرجوا في هذه الحلقة الجديدة. وإذا كنكم حاضرين انطلقوا في تفاصيلها. حكايتنا ليلة تهزنا إذن للكولورادو الأمريكية وترجع بينا لسنة 2018. احنا في وسط عائلة نموذجية، راجل ومرته وزوز بنات صغار. هذه العائلة اللي نحكي لكم عليها. نقدم لكم السيدة شانان واتس، 34 سنة، حامل في شهرها الرابع. سي كريس ووتس، 33 سنة، وبناتهم الاثنين بيلا وسيليست، 4 و3 سنوات. هذه العائلة السعيدة النموذجية اللي الناس الكل ما يحكيوا عليها كان على أساس أنها نموذج العائلة الباهية. 13 أوت 2018 شانان مروحة من رحلة عمل في إحدى الولايات اللي كانت موجودة فيها مع صديقتها نيكول. نيكول وصلت شانان للدار، روحوا مخر، روحوا بعد نص الليل نهارتها. وصلوا ما وصلوا من المطار ما وصلتها صديقتها، فهموا أنها باش توصلها للدار. قمت من غدوة الصباح باش تعاود تهزها معاها للطبيب، بما أنه غدوة مرتاحين، روحوا مخر في الليل دونك من الخدمة. قمت من غدوة مرتاحين، وهذاك النهار اللي خذت فيه شانان موعد مع طبيب باش تمشي تزور الطبيب. نيكول تطلب تطلب تطلب، 9 غير درج تفهموا أنه باش يطلبوا بعضهم. طلبتها 9 غير درج، قالت ربما روحنا البارح مخر، ما روحت ما رقدت ما كذا، ربما راهو هزنو. زادتها شوية درجين، عاودت كلمتها، زادتها ربع ساعة كلمتها الشيء، للي ولات تتصل بصفة
متواصلة قعدت تطلب فيها حتى الأحداش متاع الصباح وما فما حتى جواب من عند شانا. بدأت تتحير، بدأت تدخل بعضها مش من عوايدها. أولا ضيعت الرونديفو تاع الطبيب، وراو مواعيد الأطباء في أمريكا تختلف شوية علينا احنا، يعني موعد باش تعاود تحصل موعد جديد يلزمك تستنى مدة طويلة، ونحكي في الأطباء الخواص تستنى مدة طويلة باش تعاود تتحصل على هذا الموعد. على كل حال مش من عوايدها شنان، امرأة منظمة وخاصة في مواضيع الأطباء والمواعيد، معناها تحترم المواعيد. زدت شوية نيكول وقررت أنها تمشي الدار صاحبتها، مشيت لها للدار، نوقزت 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 ما فما حتى شيء. طلبت رجل شانا كريس، تعرف نمرو وتعرفوا زوجها، قالت له يا كريس يا أخي شانان والبنات وينهم؟ راني قدام الدار ريحتهم ما فماش، هاني نوقز هاني طلبتها هاني كذا يا أخي وين مشاو؟ قال لي راي الصباح هزت البنات وخرجت، دور لي خرجت هي وياهم الصباح، دونك ما تحيرش. قالوا ايه خرجت هي كهرباء ما في الدار؟ اي قال لها خرجت ما خليت الكهرباء ما خرجت هزتهم هي وياه. باهي قال ما تقلقش روحك هاني جاي تو نزيد نشوفوا الحكايه، هاني باش نجيك تو نفسر لك. هكاك ونيكول كلمت الشرطه وطلبت من الشرطه انهم يجيوا وحكت لهم الهدره الكل، وباش تزيد تعطيهم نقطه تو نقول لك عليها من بعد اللي باش تخلي الشرطه تجي سريعا على عين المكان. وجات الشرطه، شوفوا معايا كي جات الشرطة عملية البحث اللي باش يعملوها، وحاجة ممتازة عند الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية ما صاب أنها تعمم عنا في دولنا، وهي الكاميرا اللي موجودة عند كل عنصر من عناصر الشرطة. عنده كاميرا في أي نشاط يعملوا، كل نشاط مصور، كل شيء، وقف مواطن يسأل فيه على أوراق وكذا مصور، وقف مواطن تحت حالة سكر ويقود في السيارة مصور، امشى المنزل مواطن مخالف للقانون ودخلوا للدار متاعه مصور، كل شيء مصور. ما فماش كاميرا تحت بان، هذه كاميرا لابسة لاصقة في الشرطي. على كل حال شوفوا معايا الصور الأولى للشرطي يوصل قدام دار شنان ويقوم بجولة تفقدية حول المنزل. هذه إذن صور اللي تجينا من الكاميرا المحمولة للشرطي وهو يدور في الدار يشوف من شبابك فماشي حاجة غير طبيعية، فما شيء غير طبيعي، الأمور تبدو عادية. يستنى الشرطي هو ونيكول أنه مولا الدار يجي، عندهمش هما إذن بالاقتحام ولا بشو دخلوا، استنوا مولا الدار يجي. جي كريس، دخلوا جميع للدار، نعاودوا تو نشوفوا من خلال كاميرا الشرطي الدخول للمنزل وشنو بش يلقاو في الدار. يدخلوا كلهم للدار هكا باش يدوروا، الشرطي باش يحكي مع كريس، باش يدوروا في مختلف البيوت، باش يسالوا وينهم، عندك شي فكره عليهم، وين مشاو مرتك وبناتك، كيفاش يخرجوا ما يهزوش الكهرباء. علاش الشرطي يسال في كريس هذه الاسئله؟ خاطر نيكول كانت قتلو اللي راي صديقتها وهي مروحة هي وياها من السفر، راهي حكيت لها ديجا في 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 هالرحلة اللي هي أمورها مش باهي، واللي علاقتها بكريس سافا با، واللي علاقتهم فيها الكثير من الاضطراب، واللي بالأمارة توا عندها الكارد بونكير نتاعهم نتاعها هي ورجلها اللي هي كارد بونكير مشتركة، قاعدة تشوف في مصروف كبير قاعد يصرف فيه رجلها
من مطعم لمطعم ومن وتيل لوتيل، وبالزهر كل ما هي تسافر الخدمة هو تكثر المطاعم تاعو وتكثر الوتلة تاعو، وأنها وضعية غير طبيعية. بالتالي قتلهم رأي كانت متشكة في تصرفات رجلها. هذاك علاش الشرطة والشرطي مش يبدأ يسأل فيه، وبالنسبة لي كريس يقول له ما نعرفش، يقول ما نعرفش، قامت الصباح هزت البنات ولكني ما نعرفش، كان في بالي هزت خرجت بالكهرباء طلعت خرجت بليش كهرباء، ما نعرفش عليها. حتى الناس اللي نعرفهم وأقاربي وأصحابي وكذا يسألتهم عليها ما يعرفوش، حتى أنا اتصلت بها 100 مرة على التليفون وما نعرفش عليها ويني. وبالأمارة التليفون القوه في الدار، كيفاش هذه تخرج توا خرجت وبلاش كرهبتها، بون هزت البنات برا شوف فين هزتهم، بون بلاش تليفون، علاش؟ الشرطي ماهوش ياسر مثبت من الكلام اللي قاعد يقول فيه كريس هذيك، علاش باش يسالوا عندوش شي كاميرا متاع مراقبه باش يقولوا ما عندناش، باش يخرج قدام الدار ويبدا يشوف يلقى الجار عنده كاميرا، ديار مش بعاد ياسر على بعض، باش يمشي ويجيبوا كاميرا المراقبه من عند الجار. علاك ليه؟ كانوا يحبوا يفهموا وقت اللي خرجت كيفاش خرجت هي والبنات، جابوا الكاميرا على كلي وحطوها في التلفزة وبقاوا جميع يتفرجوا ومعاهم كريس الزوج. شوفوا معايا هذه المشاهد، هذاك كريس وذيك الكاميرا تشوفوا في تصورها في التلفزة متاعو، الكهرباء اللي تشوفوا فيها كرهبته لاصقة باب الدار باش يسألوا لهنا الشرطي باش يقولوا ما شفناش المرتك، مش معناها شبيه كرهبتك لاصقة في فم الباب؟ قالوا خاطرني هو يخدم في البترول، ما قلت لكمش كريس يخدم في شركة بترولية، قالوا خاطرني نهز الماتريال متاعي عندي كيل فاليز معناها فيها القطايع وحكايات اللي يخدم بيهم، قالوا نهز هذيك نحطها كل مرة نحطها في الكهرباء وكي نرجع من الكهرباء نحيها من الكهرباء وندخل الدار، معناها هكاك كل يوم، معناها استنست عادة ما فيها حتى شيء، عادة هكاك استنست بها ما فيها شيء. باهي انتهى الموضوع وجميع الكل قاعدين يفركسوا وما فما حتى أثر لشنان أولى للبنات. لكن بالنسبة للشرطي الحكاية ما تنجمش تقف لهنا، وبالنسبة لنيكول صديقة شنان بالنسبة ليهم كريس عنده علاقة باختفاء مرته، آخر واحد شافها هو يقول وشافها وقت لي روحت بها نيكول روحت بها للدار ورقدت وباتت في الدار، البنات كانوا عنده ومرته كانت في السفر، بالتالي هزوه للتحقيق، هزوه للتحقيق في المركز وين ستنطلق التحقيقات معاه. نفس الكلام شو قد يعاودوا، فبش يقروا المحقين أنه يعديوه على اختبار كشف الكذب. عادة أن الاختبار هذا فيه 3-4 أسئلة وكهوة، وعادة أن الأسئلة تكون واضحة جدا. 3 طرحت على كريس، كريس هل أنت متسبب في اختفاء شنان والبنات الاثنين؟ لا. كريس هل تعرف الآن مكان تواجد شنان والبنات الاثنين؟ لا. كريس هل أجبت بالكذب على واحد من الأسئلة اللي طرحناها عليك؟ لا. هي أجهزة كشف الكذب معناها تاخو تعطي، ولكن في 3 أسئلة هذوما بالنسبة للماكينة في 3 كريس يكذب.
لكن قدام المحكمة أجهزة كشف الكذب ما تثبت حتى شيء، والمحاكم في أمريكا لا تقبل النتائج متاع أجهزة كشف الكذب، هي مجرد أداة يستعملوها البوليسية باش يعرفوا رواحهم في الطريق الصحيح أو الخطأ. فهل هو كريس اللي قضى على مرته وبناته؟ إذن في حكايتنا بالنسبة ليلة نحاولوا نفهموا شنو اللي صار لشنان 34 سنة، أم لزوز بنات بنيات يا محلاهم صغيرات 4 و3 سنوات، اختفوا بين ليلة وضحاها 14 أوت 2018. الأرض وكانت لهم بلاعة ملي روحت شنان لدارها من رحلة عمل كانت فيها، لا تلقات لا هي لا بناتها. كريس رجلها تحت البحث والتحقيق، الشرطة ماهيش مصدقة الروايات متاعه، وخاصة كي بدأوا يسألوه على الخلافات اللي قلت لهم عليها صديقتها. قالوا له صديقة مرتك تقول لي انتوما عايشين في خلافات كبرى ولي انتوما عندكم مشاكل كبيرة. قالوا ماك تعرفوا عادة النساء سيد المحقق كل شيء هولوه يكبروه. لا ما عناش خلافات كبيرة، خلاف بسيط صار ما بيناتي أنا ومرتي، ومش بيناتي أنا وياها زادة داير، بينات مرتي وأمي. ماك تعرف عاد المرأة والحمات، ما هو هزينا البنات الجمعة اللي فاتت بحظة أمي. يا أخي أمي شرت لهم آيس كريم جلاس، يا أخي هي جات باش تعطيهم الآيس كريم، وشانان جات تشوف الآيس كريم تلقى أنه فيه مكونات اللي يعملوا الحساسية للبنات، خاطر البنات فما حاجات ما يأكلوهاش لقاتها في الآيس كريم. عادة قالت ما يأكلوش الآيس كريم. يا أخي أمي تنبزت، قالت لها كيفاش أنا شريت لهم معناها الآيس كريم بالذمة وموصي عليه وانت تقول لهم ما يأكلوش وكذا. هذا مرتي تقولها راهو باش يضرهم يا حماتي كذا حسيلو. قال لها ما في الاخر، في الاخر امي تنبزت ومرتي تغشت وقالت ما عاش نجيب البنات لهنا لخاطر معناها مره اخرى ينجموا يوكلوهم لي هو، وكان من بعد تصير لهم حاجه ولا. هذا هو سيد المحقق العركه معناها اللي صارت والخلاف اللي صار قبل السفر نتاع شنان هكا. هو هذه هي الحكايه. باهي كريس، هنا لقينا في تليفون نتاع مرتك أحاديث أنه تحكي على برشا إهمال وأنك ما عادش لاهي بها وأنك يعني تبدلت معاها برشا وأنك بعيد عليها برشا وأنك يعني تصرفاتك تغيرت تماما. سيد المحق ماك تعرف المرأة الحبلة وكيفاش، بما أنه مرتي شنان حامل دونك الهرمونات تدخل بعضها تبدل وكذا، وهي هالفترة هذه الكل منذ الحمل متاعها وهي تتصورني تبدلت معاها وتغيرت معاها، فما حد شيء معناها ذي معناها أمور نفسانية فيزيولوجية متاع امرأة حامل. معقول 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 به نيكول شكوني؟ نيكول أي؟ أكثر رقم لقيناك تكلم فيه سي كريس توا في تليفونك المرة هذه في الأيامات الأخرانية هو نيكول. مانيش نحكيو على نيكول صاحبة زوجتك، هذا رقم نيكول واحدة أخرى. نيكول هذه اللي يسألوا عليها المحقين هي عاشقة كريس. مش قلت لك اللي مرته كانت تحكي على حكاية المطاعم اللي يتفكتروا على الكارد بونكير والوتلة اللي يتفكتروا وقت اللي هي تبدأ مسافرة في الخدمة متاحة، هذاكم كان يصرف فيهم كريس مع نيكول. نيكول هي عشيقته اللي مخبيها وما كان في باله بها حتى حد، والشرطة ستقوم باستدعائها. ونيكول تقولهم اللي في بالي بيه كريس معرس الحق، ولكن تفاجأت قتلهم كيف سمعت بالحكاية في الإعلام، خاطر أولا ما في باليش اللي مرته حامل، وثانيا في بالي اللي هما منفصلين
معناها وأنهم في وضعية طلاق فعلي، وأنه هو قال لي أنه راو ما عادش يحمل العيشة معاها، وما عادش يحمل يسكن هو إياه تحت سقف واحد. ذيك عليش يعني أنا نخرج معاه ولا راني ما خرجتش معاه؟ يعاودوا المحقين الاستماع لكريس. كريس ما عادش يحب يتكلم برشا، أما قال لهم نحب تجيبوا لي بابا بوك. أي بابا، وجابوا له بوه. بوه اللي كان متعلق ياسر بالبنات، وأول سؤال قاله له قالوا ويني شنان والبنات؟ يخزر له هو يهمس في باله حد ما يسمع فيه في بيت المحقين، مش قلوا أنا السبب وهكك. يدخلوا عليهم البوليسية ويعاودوا التحقيق من الأول وجديد معاه. كريس من الأفضل أنك تقول لنا شنو اللي عملته في شنان والبنات؟ فماشي مجال ان ننقذوا شنان والبنات مادام مازال بكري. فماش مجال. شنان خنقتها وقتلتها، والبنات لوحتهم في ستيرنا متاع النفط. باش يحكي كريس تفاصيل مذهلة على اللي عملوا في مرته وبناته الاثنين. قام النوم من الأول باش يقول أنه مرته حبت تتخلص من البنات وهو حب يدافع على البنات، وبعد الحكاية ما ركبتش على بعضها، فاعترف بتفاصيل ما حصل. مش يقول لهم أنه قام النوم وقرر أنه ينهي هذه الحياة اللي عنده وهذه الصفحة من حياته، باش يخنق مرته للي يقتلها. من بعد باش يجيب الكرهبة ويحطها قدام باب الدار. فهمت علاش الكرهبة قدام باب الدار بالضبط؟ يخرج جثة مرته ويحطها في الكرهبة من تالي من غير ما تتشاف حتى في كاميرا المراقبة متاع جاره. ومن بعد يفيق البنات الاثنين ويقول لهم أنا باش نخرجوا نعملوا دورة. يمشي في الخدمة متاعه وعنده أرض سايبة، وهذه الصورة تشوفوها فيها زوز سيترنات كبار متاع بترول باش يطلع البنات للسيتيرنات، وباش يلوحهم بالوحده بالوحده. يقول انه بنته الكبيره قتلوا. لا يا بابا، نو دادي، ولكنه مع ذلك لوحها في السيتير. وبعد هبط مرته ثقيلش باش يهزها للسيتيرنا، ادفنها تحت السيتيرنا، وقال للعناصر الأمنية على بلاصتها. العناصر الأمنية اللي مشيت تلقى جثة مرته شنان، وتلقى ما تبقى من جثث بناته بما أنهم تحللوا في سيتيرنات النفط اللي لوحهم فيها. أطباء نفسانيين اللي قاموا بمحاولة فهم شنو التصرفات اللي عملها كريس، شنو اللي كان فما يخليه يعمل اللي عمله، كيفاش أب في عائلة تعتبر مثالية ينجم يتحول إلى هذا الوحش يقضي على عائلته يقضي على حياته. الأطباء قالوا أنه دخل في مرحلة تحول ربما في حياته بما أنه كان زيد ميزان وكان شكله مبدل شوية، ولكن من مدة بدأ يحسن في روحه و
ويزين في روحه وضعاف وخسر قديش من كيلو في الفترة الأخيرة، واعتبر أن زوجته وبناته من حياته الماضية وحب يمشي في حياته الجديدة. حياته الجديدة فيها كريس الجديد هكا بوغوس وهكا ميسكلي، وفيها نيكول عشيقته الجديدة، وما فيهاش شنان والبنات، فقرر أنه يقضي عليهم. بعد 3 شهور من الجرائم انطلقت المحاكمة متاع كريس، محاكمة ستكون سريعة، سيحكم عليه بالسجن المؤبد في 3 جرائم قتل اللي هي متعلقة بمرته وبناته الاثنين، وب 84 سنة سجن من أجل قتل الجنين اللي كان في كرش مرته. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. تحياتي، موعد جديد في المحقق مع سلسلة أشهر القضايا العالمية. السلسلة اللي باش نهزكم فيها المرة هذه للفلبين، وباش نحكيو على قضية كان محدد فيها الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. مش ديما فما النقد للفيسبوك وللانستغرام وغير ذلك، يبقى ربما المرة هذه باش اكتشفوا وأنه وسائل التواصل الاجتماعي قد تنقذ أحيانا من جرائم معينة، أو على الأقل هكذا يبدو. قبل ما نجي لتفاصيل هذه القضية، أدعوكم للالتحاق بالكومينوتي متاع المحقق إذا ما زلتوا ما اشتركتوش معنا في القناة، وحضرونا كويس ماء على مايتي مش تنجموا تهضموا مليح هذه القضية المثيرة اللي تجينا من الفلبين. وإذا كانكم حاضرين نبدأ في تفاصيل هذه الحكاية الجديدة. حكايتنا الليلة تنطلق إذن من الفلبين وترجع بينا لنهار 10 ديسمبر 2021، وإحنا في وسط عائلة ماجاد، عائلة سعيدة موجودين فيها 3 مراهقين، كان نجم نقوله مراهقين بين سن المراهقة، وربما باش يبداو بشوي بشوي بشوية يدخلوا في سن الشباب أو الكهولة بين ظفرين. عائلة ماجاد ونهارتها البنت جانيس اللي عمرها 17 سنة، عندها معاها في العائلة لوي هذا خوها اللي عمره 16 سنة، وعندها جوين اللي عمرها 18 سنة. لكن جانيس في هذا اليوم مرعوبة من اللي قاعدة تسمع فيه، تسمع كان في لطخة في الباب وبعد حس كبير في الدار، هي بيتها الفوق يعني تاخد روج في الدار باش تطلع لها لبيتها، تسمع كان في الحس تجيب باش تخرج من الباب، وإذا بها تسمع كان في سياح وعياط يبدو أنه صادر من 3 غرباء دخلوا لهم للدار. دخلوا للدار وعرضوا أختها وأخوها في الريتشوسي وقاعدين يعنفوا فيهم، وهي قاعدة تسمع فيهم بل أكثر من التعنيف. نحكيه على جرائم قتل. جانيس مرعوبة ترعش، ما عادش تنجم تتحرك، باش تمشي تجري تتخبى
تحت البير اللي عندها في البيت تحت الفرش وين تنجم تتخبى، تشدك التليفون بورتابل وتبدا تطلب، باش تطلب امها باش تطلب بوها شيء. هو قالك نتعدى، ما حبش النومرو يتعدى، ما نجم تطلب حتى واحد فيهم. يا ربي ايش نعمل ايش نعمل ايش نعمل؟ جاي لبالها كحل اخير، ربما قتلك توا جماعة بعد ما عملوا اللي عملوه في خواتي، وما نعرفش بالضبط شنو اللي عملوا، ولكني متأكدة انه عملتهم شنيعة، يزمني نقعد متخبية لهنا في البيت، وربما طاو يطلعوا يكملوا يقضيوا عليا. اما في الاثناء هات نكتب مساج على الفيسبوك، وباش تكتب المساج اللي تشوفه فيه، مساج اللي تحكي فيه جانيس على الوضعية اللي هي فيها، تحكي فيه اللي هي مهدة اللي فما شكون صدم عليهم للدار، وتستنجد بشكون يقرأ الرسالة متاحة أنه يبلغ عائلتها. بطبيعة الحال على الفور الناس اللي قرأوا المساج متاحة ويعرفوها اللي طلب الشرطة واللي اتصل به. كروز بوها مدرس كما أمها لوفيلا دايور، الاثنين يقريوا، الاثنين كانوا في المعهد رغم وقتها وقت كورونا، هما الصغار موجودين يقرأوا في الدار عن بعد والأولياء موجودين في المعهد. كروز روح سقيه أعلى من راسه يجري، ما يعرفش كيفاش وصل من بيروه حتى للدار، الباب مسكر يضرب الباب يضرب الباب يضرب الباب للي يكسره ويدخل ويبدأ يسيح ويعيط يعيط بسامي أولاده، وهو يعيط يا لوي يا جوان يا جانيس، حتى واحد فيهم ما جاوبوا. أمل مشهد مفزع. أول ما بدأ يشوف متاع دار تعرضت للسرقة، متاع ناس دخلوا قربجوا الدار، كراسي مقلوبة، أصحنة مكسرة، ماعون طايح، الدنيا فوق بعضها في وسط الدار. لكن هذا الكل مش هام، وهو توا ماذا بيه يتمان على صغاره، هو مازال يسيح ويعيط، ويبدأ تجيه الصدمة من اللي قاعد يشوف فيه. هو ما بش يشوف ولده لوي في بركة متاع دم، الدم أكثر من أكثر حاجة قاعد يشوف فيها. لوي عنده طعنات عديدة في أماكن مختلفة من بدنه، عد تغلط. مش بعيد عليه من الشيرة اللي من غادي أخته جوان، هي زادة ميتة، الاثنين ميتين، الاثنين قرب لهم باش يتأكد من الوضعية متاعهم، يلقاهم مفارقين للحياة. هوش مستوعب، مازال مصدوم، وإذا بيه يسمع في شكون هابط ديقة من الدروج، يتلفت يدور، هاي جانيس، هاي حمد الله جانيس، لباس تهبطك يا جانيس، تعنق ويعنقها وتبدأ تبكي وهو يبكي وهي تبكي، هما كيكة، ويدخل عليهم الحاكم مباشرة. بطبيعة الحال يطوق الدار، يشوفوا يبدأوا في العمليات متاعهم، يطوقوا مسرح الجريمة، يهديوا البو يهديوا البنية، سيئ وفات الحكاية. باش ناخذوا احنا الأمور يعني بعين الاعتبار، وباش نتولاو هذه المسألة، وهي تبكي وتعاود ما قصتش على البكاء تحت تأثير الصدمة الرهيبة اللي قاعدة تشوف فيها جانيس، وهي تشوف في خواتها ميتين بتلك الطريقة البشعة. انتهت هذا وانتهى هذا اليوم الأسود في تاريخ
هذه العائلة جات الأم ما همش عارفين شنو اللي صار لهم. جانيس تعاود وتأكد وتقول لهم الحاجة الوحيدة اللي تعرفها خطر ما نجمتش تشوف كل شيء، خطرها خايفة، خطرها كانت خايفة وهي تسمع في صياح وعيات أخواتها، كانت خايفة من مصيرها. الحاجة الوحيدة اللي تأكدها أنهم كانوا ثلاث، سمعت أصوات ثلاثة رجال غرباء، سمعت أصواتهم مليح. أدوات الجريمة باش تتلقى في مسرح الجريمة، سكينة البرة من الدار، سكينة في الدار، عصا متاع بيسبول مطرقة. وتنطلق الأبحاث، تنطلق الأبحاث بالنسبة للشرطة بالسماع متاع جانيس، هي الشاهدة الوحيدة في هذا الموضوع، وبش يحاولوا يفهموا شكونهم هالعناصر اللي جاوا للدار وقاموا باللي قاموا به. بطبيعة الحال في الأبحاث والتحقيقات ديما قلت لكم ونعاود لكم اللي راهو البحث يبدأ عادة من زوز، يبدأ نحلوا الكتاب على ضحية، كيما زادة نحلوا الكتاب على المجرم كي نبدأ نعرفوه شكون. في قضية الحال مش تحل الكتاب على عائلة ماجاد هذه اللي قاعدين نحكيوا عليها، العائلة المتكونة من البو والأم وزوز صغار. هي هما في الأصل زوز أولاد ماجاد، أولاد كروز ولوفيلا، اللي هما لوي وغوين. والحقيقة جانيس هي البنية اللي استبناوها توا من مدة وليت معاهم في الدار. جانيس كي جات تتبع في الشرطة القصة الكل لقات وأنها طفلة الحقيقة كانت ضايعة على عائلتها من عمرها 8 سنين. وقتها لقاتها امرأة في الطريق، سألتها ويني ماما وينو بابا، ما جاوبتها حتى شيء، هزتها معاها ديقة ديقة المركز شرطة، خليتها في مركز شرطة، عملوا البلاغات الإعلانات اللي تحب عليه الكل، ولكن لا حياة لمن تنادي، ما وصلوا لهاش للم للبو. حطوها في ملجأ مثل ما يقول القانون في الفلبين، ملجأ متاع بين ظفرين فاقدي السند، بتقعد فيه سنوات هذا الملجأ حتى لين بتوصل إلى عمر ما قبل سن الرشد. 18 سنة هو في الفلبين، في 17 سنة يبدأوا عبارة يحضروا فيهم على أخذ مسؤولياتهم وحدهم، فبدأت تخدم في بعض الخدم البسيطة، بتخدم برشا كثيرا بيبي سيتر، بتلهي بالولاد الصغار متاع العائلات. ففي مرة من المرات باش تلتقي بعائلة ماجات، عائلة ماجات وأولادهم خاصة الاثنين لوي وغوين كانوا حاضرين مع أمهم وبوهم كيف مشاو قابلوا هالعائلة اللي هي جانيس لاهيت لهم بصغارهم. كان اللقاء والحقيقة لو كوران اي باسي من أول نظرة، قال الراجل الأمور ما بيناتهم تعديت بالقداء بالقداء، بل أنهم ولاو يطلبوا من أمهم وبوهم أنهم أكل بنية جانيس ينجموش يستدعاوها بحذيهم، تجي بحذيهم تعدي معهم شوية وقت. ومن يوم اليوم 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 جانيس حكيت للشبيبة الاثنين، حكيت لهم حكايتها، ضايعة 8 سنين، عديت يجي 10 سنين طوى في الملجأ، اليوم هي تخدم باش تنجم تصرف على روحها غدوة، يعني قصة حزينة وتعيسة. الولاد الاثنين ما كانوش من العكسين، وبش يمشيوا لأمهم وبوهم ويقولوا لهم رانا نحبوا عنا أختنا الثالثة جانيس. يا ولدي كيفاش يجعل منكم هيك هيك أختكم عبارة صاحبتكم تمشي وتجي؟ لا لا لا، طفلة مسكينة لا تقرأ لا عليه يا بروحة، لا عندها وقت الروحة، عمرها 17 سنة ويزمها تخدم باش تنجم تعيش، ما معناتها ما عليش نستبنيها معنا وتولي أختنا. بالله مرة لوي باش يتنازل على بيته
باش يقول البوه وامه انا نعطيها بيتي، ما كان عندنا مشكله في حكايه المبيتة وكذا والبيوت، انا نعطيها بيتي وتوم بيت في الكنبي في الصاله وهي تاخذ البيت. وكان ذلك كذلك، وقامت العائله بتبني متاع جنيس، ولد جنيس عضو من العائله، وبالتالي الصدمه متاع جنيس باش تكون مضاعفه هي لما صدق ربي خرجت من الوضع اللي هي فيه ولقات عائلة اللي تتبنيها ورجعت تقرأ على روحها، ولا عندها إخوات وعندها أم وبو وعندها مستقبل. هذا الكل عاود مشى في الريح. هذيك علاش جانيس في حالة نفسية تعبة ياسر بعد هذا اليوم الطويل، نهار 10 ديسمبر 2021. فشكون اللي عملها اللي عملوا في هالعائلة؟ وشكون هم السراق اللي دخلوا للدار وعملوا اللي عملوه في الزوز صغيرات؟ ثم كي هما السراق شبيهم ما سرقوا حتى شيء من الدار. جانيس قاعدة تروي للشرطة في التفاصيل المرعبة اللي عاشتها من اقتحام الدار حتى للقتل متاع اخواتها. لكن الشرطة باش تبدأ تستغرب من بعض الحاجات اللي بتلقاهم في الدار، لا آثار لخلع متاع شباك ولا باب عملوه سرق. تي مام دخلوا خطر استغلوا انه واحد من الاولاد كان داخل الدار والباب بالتالي مازال محلول ودخلوا راه زرفوا. هي تو هما جاوا باش يسرقوا، قتلوا زوز صغار، الثالثه ما طلعوا لهاش اصلا كانت الفوق، هما ما سرقوا شيء. بون ولا سرقوا حكايه فارغه، سرقوا التليفون نتاع جوان البنيه هكا هاو. ثم الغريب أيضا أنه أدوات الجريمة الكل خليوها على عين المكان، سكينة مكسرة من شدة الطعنات يعني في الضحايا، واحدة مسكاكن مكسرة ومع ملحفة كلها دم ملوحين في حويز الدار قدام الدار. اثنين سكينة أخرى موجودة في نفس مكان الجريمة بالضبط. ثلاثة المضرب متاع البيسبول، مضرب متاع بيسبول تم استعماله في ضرب الضحايا كيف كيف موجود. أربعة مطرقة موجودة في مسرح الجريمة. صحيح كلها من بعد مش نلقاو فيها أثار دي زومبرانت، لكن الكلها أداة جرائم جيت من الدار. بل أنه المطرقة ما هيش موجودة على قارعة الطريق يعرفها كل واحد داخل الدار، كل سارق يشوف مطرقة يجي يهزها. المطرقة مخبية في الدار في البلاصة اللي يحطوا فيها الدبش متاعهم، في صندوق، يعني باش تعرفها يلزمك تكون من أفراد العائلة. بالنسبة للشرطة فما إن كبيرة، القاتل ما يكون كان واحد من أفراد العائلة، ربما البو، ربما جماعة بعثتهم الأم، أو ربما جانيس. يا أخي جانيس هذه شو حوال الرواية اللي قاعدة تحكي فيها؟ جانيس قالت وأنها ما هبطتش من بيتها وما شافتش المجرمة ولكنها سمعت اللي عملوه الكل. كيفاش عرفت بالضبط اللي هما ثلاثة مثلا؟
بون سمعت اصوات مختلفه متاع ثلاثه رجال غرباء. ليه؟ كي هي ما هبطتش من بيتها، بماذا نفسر اثار الدم اللي موجوده في بيتها؟ ثم الشرطة باش تتسائل على نقطة استفهام كبيرة، وهنا يجي دور التحقيق الذكي والمحقق الذكي. نعاود نوريكم صورة الرسالة اللي هبطتها، المساج اللي هبطته جانيس على الفيسبوك. شوفوا معايا مليح وركزوا فيه مليح. بالنسبة للشرطة، الإنسان اللي هو في وضع جريمة يطلب النجدة، يستغيث، عادة يكتب كلمتين يطلب فيهم النجدة: كلموا الحاكم، اطلبوا كذا الشرطة، كلموا بابا رام، هجموا على دارنا، وانتهى الموضوع. ده القاو جانيس كاتبة جريدة، بل أنها حتى ك ليزيموجي ذوكم في وسط المساج متاعها، معناها متاع واحد عنده مجرمة قاعدين يقتلوا اللوتة في الدار، وهو شد المساج تليفونه بدأ يهندس يكتب ويفسخ الجملة ذي، مش باهين عدوها، بعد يفسخ الجملة ذي عدوها. تصرف غير طبيعي ولا؟ ثم جاءوا يشوفوا خاصة في الوقت، تقرير طب شرعي سيثبت أن الوفاة ترجع للساعة الثانية ظهرا. تعرفوا هذه من الحاجات لسوء الحظ ما عناش في تونس. أنا نجم نقول لكم أنه تقريبا سنوات وحن نختموا على القضايا، عمري ما شفت في قضية في تقرير طب شرعي، ربما احنا ما شفناش، فما في قضايا أخرى، القضايا اللي شفناها عمرنا ما شفنا تقرير طب شرعي يعطي ساعة الوفاة. أحسن حل نقوله عندها هي مات جمعة 10 أيام، أكثر من شهر، أقل من شهر، ربما، أما ذي ساعة الوفاة. ساعة الوفاة يعملوها أطباء القسم الشرعي كيف يجيوا على عين المكان وقت حدوث الجريمة ويقيسوها بدرجة حرارة الجسم وعلى ما أعتقد به حاجة عندها علاقة بالكبدة ولا بغير ذلك. المهم فما حاجة تمكنهم معرفة تقريبا ساعة الوفاة، كي يبدأوا حاضرين في ساحة الجريمة سريعا بعد الجريمة. التقرير الطب الشرعي باش يقول الوفاة ترجع للساعة الثانية ظهرا، والمساج تاع فيسبوك ما ثلاثة، يعني جماعة قتلوا ماضي ساعتين، والرسالة متاع النجدة اتكتبت ماضي ثلاثة، ساعة فرق. هكا هوا، نزيدوش نطولوها. فهمتوا معايا أنه بالنسبة للشرطة جانيس لم تعد شاهدة، جانيس أصبحت متهمة في هذه القضية، وسيتم توجيه الاتهام لها في نفس يوم دفن أخواتها بالتبني الاثنين. البو والأم باش يزيدوا يتصدموا أكثر وأكثر كي باش تعلمهم الشرطة أنه جانيس تحولت إلى متهمة. ما همش باش يفهموا، ما همش باش يصدقوا، حتى لين باش تلقى الأم في بيت جانيس بتلقى بطاقة هوية، بطاقة هوية متاع شاب اسمه مارلين، باش تهزها الأم على أساسها هو ربما هذايا اللي جاي طيح البطاقة تعريف متاعه وكذا. لكن سيتبين أنه مارلين هو صديق جانيس، وباش تلقى الشرطة آثار مارلين في الدار. مارلين كان حاضر في الحادث، ما عادش نستحقوا لأدلة أخرى. جانيس انهارت وحكيت تفاصيل اللي صار.
هي الحقيقة اللي عملته الكل باش تدخل لهذه العائلة لم يكن من منطلق الحب متاع العائلة. اللي شافته فيها العائلة من حب وانسجام اللي هي تحرمت منه سنوات كان غيظها برشا. جوان هذه اللي عمرها 18 سنة واللي تحب تولي طبيبة واللي عاشت عيشة خير منها هي برشا كانت ناقمة عليها بصفة رهيبة، بل أنه أكثر الطعنات اللي باش تتلقاها عند جوان باش تتلقاها على وجهها. حبت تشوه لها وجهها، مع العلم وأنه راو ما كان بيناتهم كان الخير. لولا الولادة ذوما الاثنين عمرها جانيس ما كانت تدخل للعائلة. هما اللي أصروا على أمهم وبوهم باش يتبناوها وتولي أختهم. لوي الأخ باش يتحصل على 51 طعنة بالسكين، لكن يبدو أنه ما كانتش تكره لوي حسب ما قالت. لوي جاء في العراضة، هي مغلغلة على جوان وحبت تقتلها، لكن لوي جاي دافع عليها. مش تحبني نعمل له عادة؟ عادش عندي مانيا. فأنا وصاحبي قضينا عليهم الاثنين. بهذه الطريقة اعترفت جانيس تحت صدمة العائلة اللي مستبنيتها، اعترفت بجريمتها هي وصديقها. الحقيقة باش نزيدكم زيادة حاجات، بعض التفاصيل ساعات واحد ما يصدقهاش. ساعات فما من الناس الطيبة اللي الطيبة متاعهم تتحول إلى نوع من البهللة السذاجة، يعني ما تقول كان بين ظفرين طبعا التبهليل، خاطر برشا باش يقولوا الناس مليح ياسر فوق من اللازم وكيفاش دخلوها وعملوا شوف هو اتقي شر من احسنت اليه والمقولات المعروفه. معقول ما نزيدكم زياده. كروز البو وزوجته باش يقولوا اثناء المحاكمه انهم مسامحينها، ليش هيك؟ انهم بالنسبه ليهم طفله هذه مريضة، طفلة هذه اللي قاسيته في طفولتها هو اللي يفسر اللي عملت، أنهم ما همش يعني عندهم عليها حقد أو ما إلى ذلك. هكا سبحان الله قلوبهم كبيرة، شو أقول لك، قلوبهم متفاهمة، كل واحد كيفاش يحب يقرأها ولكم الحرية في ذلك. أنا ما نحكمش في الوضعيات هذه، لا أحكم، خاطرها وضعيات إنسانية وخاصة جدا، يعني حتى حد ما يعطي فيها دروس لحتى حد، مش معناتها هما ما يحبوش صغارهم كي قالوا بمثل هذا الكلام. على كل حال، لكن هالموقف متاعهم هذا باش يتبدل شوية في وضعية واحدة، خاطر باش يشوفوها أثناء المحاكمة. كانوا يتصوروا أنه جانيس اللي عمروا معاها الخير هما أولادهم أثناء المحاكمة باش تطلب السماح، باش تقول لهم سامحوني، باش تقول لهم راني ما كنتش نقصد، باش تقول لهم راني غلطت، باش تقول لهم اللي تقول لهم. يا اخي ما قالت شيء، حبش نقول كلمه توا هكا على اساس ماهيش لهنا. ما بكل برود تعديت المحاكمه نتاعها وما كانش ظاهر عليها بتاتا علامات الندم. وهو على كل حال المحاكم في الوضعيات هذه لا تستنى أنه البو والأم يسامحوها ولا ما يسامحوهاش. هذا النوع من القضايا لا يخضع إلى تقييمات الأهل، هو يتعلق بالحق العام وبالتالي يعاقب بناء على ذلك. وهذا اللي باش يصير في 17 ماي 2022. ستقرر المحكمة الحكم ب 38 سنة سجن في حق جانيس وصديقها مارلين. 38 سنة سجن، يعني تقريبا هذا ما يسمى بالسجن المؤبد مع عدم إمكانية الحط من العقوبة. جانيس وقت ارتكاب هذه الجريمة وقت صدور الحكم عمرها تقريبا في حدود 18 سنة
احسب 32 سنة مع 18 مش تعرف ربما العام اللي باش تخرج فيه الحبس. مستنى تعليقكم على هذه القضية. شكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.